نعم نسألك أيها المسيح إلى هنا ثبت أساس الكنيسة. أول حاجة عايزك تعرفها إن كلمة كنيسة هنا مش هي المبنى. كنيسة دي أنت بحسب تعبير بولس الرسول أنتم هياكل الله، أنت هيكل. أنت هيكل وأنت هيكل. زي الهيكل اللي في الكنيسة بالظبط. فأنت جزء من الكنيسة. وكمان الكنيسة التعبير ده ينطبق على كل أسرة. الكنيسة التي في بيتك. نمرة ثلاثة، ثبت أساس الكنيسة. الكنيسة اللي أنا فيها، اللي بنتمي لها، ثبت أساس الكنيسة. عشان كده لما يجي احتفالنا مثلا بعيد ماري مرقص بنحتفل بيه وبنعمل حنوط ونعمل تمجيد ونعمل قداس ونسمي ولادنا على اسمه ونسمي كنايسنا على اسمه. أصل ده الأساس. طب يعني إيه ثبت أساس الكنيسة؟ نفكها كده بثلاث معاني رئيسية. أول معنى، ثبت الخلاص في القلوب. خلاص المسيح اللي من 2000 سنة اللي على الصليب ثبته يا رب في قلوبنا. يا ترى أنت ويا ترى أنتي بتشعر جواك وعارف قيمة خلاص المسيح اللي قدمه على الصليب مرة واحدة من أجلي ومن أجلك ومن أجلك. نمرة اثنين، لما بنقول ثبت أساس الكنيسة بمعنى آخر ثبت الاستنارة في العقول. من الحاجات الرائعة في الكنيسة إن الكنيسة بتحرص على سر المعمودية وانت لسه عمرك أيام، وانت عمرك أيام بيبي، عشان يولد الإنسان من فوق من الماء والروح. لأن الماء والروح هو اللي هيدي الاستنارة لعقل الإنسان. دي أول حاجة تديك استنارة. نمرة اثنين، كتابك المقدس المفتوح على الدوام. وجودك قريب من انجيلك الشخصي. انجيلك الشخصي المفتوح قدامك المستمر فيه هو اللي يديك استنارة. ثم بقية الاسرار، سر التوبة، سر التناول، سر مسحة المرضى، سر الزيجة. كل الأسرار ده هي بتساعدك من أجل استنارة حياتك. يبقى نمرة واحد، ثبت أساس الكنيسة، ثبت الخلاص في القلوب. نمرة اثنين، ثبت الاستنارة في العقول. نمرة ثلاثة وآخر واحدة، ثبت اشتياقنا للسماء. من الحاجات الجميلة في كنيستنا إن احنا نقعد في اتجاه الشرق. حتى قعدتنا لها معنى، لها قيمة. وفي وسط القداس يقف الشمس ويقول وإلى الشرق انظروا، وكلنا ننظر إلى الشرق موطن النور وموطن مجيء السيد المسيح. ثبت اشتياقنا للسماء. اوعى تفتكر ان السماء رخيصة. السماء غالية وعايزة ثمن غالي وعايزة إيمان غالي وعايزة جهاد روحي غالي وعايزة تعب وعايزة إصرار. ده انتوا بتقولوا دايما كده الغالي ثمنه فيه، مش كده؟ السماء دي تبقى غلوها قد ايه؟ اقعد فكر بقى وشوف. عشان كده نقول في نهاية القداس زي ما قلت من شوية، يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. في كل يوم بتحضر فيه القداس بتشتاق للأبدية، بتشتاق للسماء.